بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الفرقة الرابعة شعبة علوم حاسب، أهلا بكم في المحاضرة رقم 6 أونلاين في مادة النظم الخبيرة. بداية أنا عايزة أتكلم في موضوع الامتحان، عشان في أسئلة كتير جات لي. الامتحان بتاعنا إن شاء الله هيكون مكون من جزئين، جزء على أعمال سنة وجزء على الفاينل. جزء أعمال السنة هحدد لكم إن شاء الله المحاضرة الجاية هنذاكر لحد فين علشان امتحان أعمال السنة. امتحان أعمال السنة هتكون ورقة فيها أسئلة MCQ، يعني صح وغلط واختيار من متعدد، ودي لوحدها هتحلوها في نفس الورقة، تمام، وهتسلموها مع ورقة الإجابة. وفي ورقة تانية لامتحان الفاينل، الورقة فيها أسئلة عادية إسي اللي هي أسئلة مقالية، وفي أسئلة ممكن يجيب صح وغلط، وفي طبعا مسائل، وفي مشاكل ونحلها، في جزء اللوجيك، في جزء السيرش، في جزء اللي احنا خدناه في الفصل الأول هندسة، وخدناه في الفصل الثاني جزء بتاع المعرفة، جزء بتاع الاستدلال، جزء بتاع النظم الخبيرة، والفصل الأول كامل. يعني معايا الكتاب كله معانا، تمام. ده في الامتحان النظري. الامتحان كله مدته ساعتين. الجزء بتاع اعمال السنه مش هياخد منكم ربع ساعه. الامتحان انا بحطه ان هو احنا نحله، الناس المذاكره هتحل الامتحان في ساعه وربع، اللي مش مذاكر او اللي بطيء في الحل هيحله في ساعه ونص. وامتحان اعمال السنه مش هياخد 10 دقايق، ربع ساعه، يبقى كمان معانا ربع ساعه ان احنا نقدر نراجع قبل ما نسلم ورقة بتاعت أعمال السنة وورقة الإجابة بتاعت الفاينل. عشان بس أنا جالي أسئلة كتير في الموضوع ده، موضوع بسيط مفهوش مشكلة، مفيش بنك أسئلة هينزل. أنا متفقة معاكم من الأول السنة إن السنة دي غير كل آخر السنة اللي فاتت. الامتحان هيكون امتحان، تقديرات هتكون تقديرات. جزء أعمال السنة أنا قايلة لكم إن هو متقسم فيه جزء على الحضور بتاع كل انتوا حضرتوه معايا والحضور في السكاشن، جزء على المشكلة اللي انا طلبتها وفي ناس كتيرة ما جابتهاش، دي طبعا واخدة صفر، زائد الامتحان اللي هو بتاع الاعمال السنة اللي هيبقى في امتحان الفاينل. اوكي، ده لحد دلوقتي اللي المفروض هيحصل. ممكن يستجد حاجة، ممكن، بس ده مش اكيد. اي حاجة هتحدث قبل الامتحان هبلغكم بيها. امتحاننا امتى؟ ان شاء الله 12/6. اوكي، نلحق نلم نفسنا ونلحق نلم المادة ونلحق او نلحق. اللي مش عايز بقى هو حر. وانا من اول السنة قلت لكم ان الخبطة في سنة رابعة بتبقى زي ما بقولوا عليها كده بفورة، يعني اي نقول تقصير منكم في المادة ممكن تشيلوها، ودي تبقى دور تاني، فتبقى لازقة فيك طول العمر الشهادة بتاعتك. لما تبقى انت خريج علوم حاسب من معهد خاص ودور تاني، موضوع مش حلو خالص. اوكي، فياريت نلتزم ونذاكر اللي فات، واللي ما قدمش اللي انا طلبته يقدمه، ابعته على الايميل اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت. والنهارده ان شاء الله هنستكمل الجزء بتاع الاستدلال، وانتوا اخدتوا في السكشن اللي فات طريقه واحده من طرق السر. الأسبوعين اللي جايين هنكمل طرق السيرش كلها في السكشن مع المهندس أحمد. ولو في أي حد عنده مشكلة زي ما أنا قلت لكم ممكن يبعت له على الإيميل بتاعه أو على الواتس أو أي طريقة تفاعل بينكم. لو ما قدرتوش توصله فأنا موجودة، تبعتوا لي. أوكي، هنستكمل النهاردة المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن النظم الخبيرة والاستدلال، تمام. فدلوقتي هنقول استراتيجيات شجرة البحث اللي هي التري سيرش استراتيجي. البحث بالعمق اللي هو الديبس فيرست سيرش، ده بيسمى ايضا بالبحث الرأسي. نفترض ان المسار بتاعنا الباص كامل افضل من اي مسار تاني في كل نقطة من الشجرة، بنقدر ناخد اي مسار ونفحصه عشان نوصل لنقطة الجول او ديد اند. ديد اند دي نقطة لا يوجد بعدها نقاط فرعية. في حالة الوصول لنقطة ميتة بنرجع تاني للخلف ونبدأ نتعامل مرة تانية، وده البحث اللي انتوا اخدتوه
في السكشن المره اللي فاتت مع المهندس احمد، اللي هو احنا بنمشي لحد ما عايزين نوصل للجول بتاعنا او ان احنا نوصل للهدف. ازاي بنوصل؟ احنا بنمشي لحد ما بنقف وبنرجع تاني نكمل، تمام؟ ده اللي هو الدهلكو. عملية اللي ما احنا بنرجع دي بتبقى على نوعين، اللي هو المتزامن والمعتمد. التتبع الخلفي المتزامن ده بيكون التراجع فيه عن كل شيء، لما نتحرك عكس المسار عشان نرجع لفوق تاني عشان نوصل لنقطة نود المناسبة. أما التتبع الخلفي المعتمد ده ما بيحصلش فيه تراجع إلا عن خيارات الانسحاب والتراجع فقط، تمام؟ الاستراتيجية التانية بتاعتنا اللي اسمها الهيل. الهيل دي بتشبه استراتيجية الدبس اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، بس بتطبق بعض القرارات الكمية أو الحسابية على المسار الأكثر احتمالا، تمام، لكي يتم اتباعه في نقطة معينة. بعد كده باجي للبريتس. البريتس ده هو بحث أفقي، الدبس كان رأسي، البريتس أفقي، بمشي بالأفقي، هبحث عن حل من خلال جميع النوتس اللي احنا اللي هو مدينها لنا أو اللي أنا مديها لكم في مستوى محدد قبل الاستمرار في البحث في المستوى الأدنى. يعني أنا بيجي عندي مستوى أفقي ببحث فيه كامل وبعدين أنزل للمستوى الأدنى. الدبس كان كنا بنمشيين بالرأسي، ببدأ أنزل تحت، ولو ما وصلتش لتحت أو وصلت لحاجة نقطة مش ما فيهاش بعدها حاجة برجع تاني لفوق، تمام. اللي هو البحث الجيم سيرش، اللي هو البحث الشعاعي. الاستراتيجية دي بتشبه شوية البحث اللي هو البريتس اللي هو الأفقي، من جهة ان انا باخد ليفل باي ليفل. في البريتس انا كنت باخد المستوى الافقي ثم اللي بعدين، لكن هنا انا بقدر اختار في كل مستوى النقط الاكثر احتمال للوصول للحل بدلا من البحث في اي نقطة. انا باخد الاكثر احتمال. باجي بعد كده للبيست فيرست تشيرس، اللي هو البحث عن الافضل اولا. بتشبه الطريقة اللي فاتت بس تستمر من النقطة الأكثر احتمالا من كل مستوى، تمام. في عندي بقى تقنية تانية خالص غير تقنيات اللي هي استراتيجيات البحث. طبعا احنا كنا خدنا 3 تقنيات المرة اللي فاتت، وخدنا التقنية الرابعة النهاردة اللي هي تقنية البحث. التقنية الخامسة اللي هي افترض واختبر، اللي هي جنريت اند تيست. هبدأ أعمل افترض حاجة وبعدين اختبرها. فده انا اديتكم المثال بتاع شرط الرضا المرة اللي فاتت، بقولك اغلب الخوارزميات بتبحث بطريقه منتظمه من خلال مجموعه من القائم الممكنه. الخوارزميه بتاعت حل مساله شرط الرضا دي تضمن ايجاد حل اذا كان موجود او اثبات عدم وجود اذا كان ده مش موجود، لكن هي عيبها انها خدت وقت طويل جدا علشان اعمل ده. الطريقه بقى بتاعتنا بتاعت الجينيت اند تيست دي بتخمن لنا في البدايه الحل، وبعدين بنبدأ نختبره إذا كان الحل ده صح ولا لا. إن إحنا بنحقق شرط الرضا بناء على افتراض أنا افترضته، تمام. مثلا ده عندي نموذجين اهو، الالجوريزم دي عندي جنريت ليبل وعندي التست سيرتيفيكيشن. بنعمل الجنريتور بتاعنا بيقوم بسرد مجموعة من الحلول كافتراض. احنا قلنا احنا بنفترض حل ونبدأ نختبره. اختبار الحلول دي من اجل تقييم كل واحد من الحلول عشان اقدر اوصل للحل المناسب. عيوبها ايه التقنية دي اللي هي بتاعت ان احنا نفترض حاجة ونختبرها؟ ان هي ما هيش كفاءتها مش قوية، زائد ان هي بتدينا قيم كتير بتكون مرتبطة بالمتغيرات اللي بترفض في مرحلة الاختبار بعد كده. احيانا مولد الافتراضات ده بيترك الحالات المتضاربه وبس بيروح على الحالات اللي فيها شكل مستقل عن التعارض ده. من اجل رفع الافكت بتاع الطريقه دي او التقنيه دي، ان احنا ممكن ندعمها بطرق تانية زي اللي كنا بناخدها في التتبع الخلفي فين في طريقه الدبس، تمام. كمثال على التقنيه دي، مسألة فتح مجموعة مغلقة من العناصر بدون معرفة محتوى المجموعة. يعني عندي مجموعة كده من العناصر مغلقة، أنا ببدأ إن أنا أشوف أنا مش عارفة كل عنصر منهم هو إيه، وببدأ أفتح المجموعة دي. فأنا بقعد أبصلها وأحدد هل
ده الاكتر ولا ده الاكتر ولا ده الاكتر. ببدا افترض افتراضات، يعني مثلا لو عندي مجموعه عناصر A B C D E، انا عايزه افتحها، بس انا مش عارفه محتوى كل واحده فين عشان امشي. فانا بفتح بفترض ان انا الاول هتبقى B E C A D، فانا اخترت ان انا هفتح الاول B وبعدين هفتح D وهكذا. تمام، نيجي بعد كده للتقنية السادسة، وهي تقنية الار بي اس اس، او اللي هي رول بيست سيستمز، اللي هي نظم قاعدة القوانين. ايه رول بيست؟ ايه قاعدة القوانين دي؟ مجموعة من القواعد المنطقية الموجودة في سجل معين. النظم دي اسهل كتير وانجح من انجح تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي بتبقى من الشكل ايه اللي هو اف كونديشن ذن اكشن، يعني اف في حاجة كذا اعملي كذا، اذا كان في كذا اعملي كذا، اللي هي اف كونديشن ذن اكشن. بنرتب القواعد دي عاده على شكل هرمي وفق شجره، اللي هي ان او، لما بتكون كل شروط القانون متحققه وصحيحه بيتم تنفيذ اطلاق القانون اللي هو رول استارت، تمام، او تردد. دي الطريقة بتاعت رول بيست سيستم. مكونات رول بيست سيستم او النظم قاعدة القوانين، زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الشكل ده بيوضحهولي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن observed data، دي بتبقى داخلة في الworking memory، تمام؟ بيبدأ يعمل لي عملية يا إما change يا إما conditions اللي هي الـ interpreter، تمام؟ وبعدين دي احنا وقفنا هنا، هاجي تحت الـ rule based بقى بتاعتنا. rule based اللي هي قاعدة القانون أو قاعدة القوانين، دي اللي هي بتديني مجموعة قوانين rules بتطلع فوق في الجزء بتاعنا ده. يعني أنا لو جيت هنا كده بقول الـ observed data بتدخل عندي في الوركينج ميموري، اوكي. في عندي هنا جزء تبادلي، الحته دي تشينج والحته دي كونديشنز، بهنا بيصبولي هنا، تمام. اللي هنا ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيعمل عمليه التفسير، اللي هي انتربريتر، تمام. عمليه التفسير، عمليه التفسير دي بيجي لها من الوركينج ميموري من هنا، وبيجي لها من الرول بيست او من قاعده القوانين. فاذا لو جينا نبص هنا للذاكره العمليه او الفعاله اللي هي الوركينج ميموري وقاعده القوانين والتفسير بتاعنا او الانتبريتور، ده مكونات نظام قاعده القوانين او مكونات الار بي اس او اللي هي الرول بيس، تمام. اجي بعد كده على البحث النظم الخبيره. ايه هو البحث؟ احنا قلنا الخوارزمية البحث هي كذا وكذا وكذا زي ما قلنا من شوية، ناخدهم كده بسرعة. البحث هو تقنية لحل المسائل، وهنشوف يعني ايه مسألة وازاي نحلها دلوقتي. البروبلم سولفينج اللي هي حل المسائل، ده لازم ناخد في الاعتبار كل الاحداث الممكنة من اجل ايجاد الانتل ستيت علشان اوصل للتارجت بتاعي. تقنيات البحث بتاعتنا كتيرة، ولكن أهمها زي ما قلناها من شوية اللي هو التبس والهيل والبريتس والليست كوست، اللي هو البحث الأقل تكلفة. دولت الأربعة بتوعنا اللي هما التبس والهيل والبريتس والليست. هناخد كام واحد في السكشن؟ هناخد 5 أو 6. هجيب كام واحد في الامتحان؟ هجيب 3 أو 4، تمام. مكونات البحث، بنقول مكونات بحث 4 مكونات. الانترل ستيت ده الموقع الاول في الشجرة اللي هو الفيرست لوكيشن. بعد كده الافيلابل اكشنز اللي هي الاحداث المتاحة قدامي، والدوالي الابناء اللي هي سكسسور فانكشن، واللي هي الحالات القابلة للوصول. بعد كده اختبار الهدف اللي هو الجول تيست، وهي شروط من اجل التأكد من تحقيق الهدف. وبعد كده الباس كوست اللي هو كلفة المسار، انا ببقى مدية لكل مسار بيست معينة او رقم معين
تبدأوا انتوا بتجمعوه او بتطرحوه في الاخر، بتديني الباس كوست ده بيجي في الامتحان. ايه هدف البحث؟ الانتقال من الحالة الابتدائية علشان اروح لسيرش سوليوشن، الحل بتاعي بتاع المسألة. وهو المسار من الحالة الابتدائية للهدف بيكون مثالي امتى؟ اذا كانت التكلفة منخفضة. اوكي، يعني انا بقدر اوصل باقل تكلفة. اللي هو الاستدلال بنقول هو حدث او عملية الحصول على الاستنتاج بالاعتماد المجرد على ما يعرفه الفرد من قبل، حيث يتم حسم حقائق جديدة من القديمة ويسجل الاستدلال المنطقي. تمام. طيب الاستدلال نوعين، استنتاجي واستقرائي. ايه الاستنتاجي؟ ده يكون النوع ده من الاستدلال خاطئ، فهو صائب بمجرد اذا كانت مقدمته المنطقية صائبة، بيعتمد عليه في المنطق كمان التقليدي اللي هو traditional logic. فهو طريقة الاستدلال الصارم، إذ من المستحيل الخطأ. لو تتبعت القوانين بدقة مش هيبقى عندي خطأ. بيتطلب الاستدلال الاستنتاجي ده معلومات كاملة ودقيقة ومتسقة، بيكون المنطق قوي إذا لم يتغير صواب الجمل الخبرية عند إضافة معلومات جديدة للنظر. ده الاستدلال الاستنتاجي. تمام. طيب النوع التاني الاستقرائي اللي هو انجكتف، ده عبارة عن ايه؟ النوع ده قد يكون صحيح او غير صحيح. احنا قلنا في الاستدلال اللي قبل كده الاستنتاجي ما بيحتملش الخطأ. تمام. او بنقول من المستحيل الخطأ اذا تتبعنا القوانين جيدا. اما الاستقرائي بيكون صحيح او غير صحيح، لانه في الواقع المعلومات بتاعته غير كاملة، غير مضبوطة، غير متسقة. بيكون المنطق استقرائي أو تفسيري إذا كانت عملية التفسير اللي بتحتوي على المقدمة المنطقية مصدقة في دعمها للاستنتاج لكنها لا تؤكد الاستنتاج. وبيكون المنطق ضعيف إذا تغير صواب الجملة الخبرية عند إضافة أو حذف معلومات جديدة من أو إلى النظام. الشخص اللي بقى اللي بيعمل استنباط للاستنتاجات ده بيرسم مع حفظ الحق للتراجع عنها على ضوء المعلومات المستقبلية. ده الاستدلال الاستقرائي، ده الفرق بينه وبين الاستدلال الاستنتاجي. مثلا عندما أسمع صوت طائر هنستدل كبشر أن الطائر ده بيستطيع الطيران، لكن هذا الاستنتاج يمكن عكسه أو نقضه لما نسمع أن نفس الطائر ده بطريق. طائر البطريق ما بيقدرش يطير. تمام. بس هو طائر، يعني انا لما اسمع صوت طائر، اي طائر، انا كبشر اكيد الطائر ده بيقدر يطير، ولو هو حتى واقف هو برضه بيقدر يطير. ممكن اكون سمع الصوت ده وهو فعلا بيطير. طب لو الصوت ده كان بطريق، لا البطريق ده يبقى هو في الارض، ان البطريق ما بيقدرش يطير مع انه طائر. تمام. نيجي بقى للتعلم الاستدلالي. التعلم الاستدلالي ده بيحسن لي فعالية أداء النظام باستنتاج قواعد جديدة من حقائق المجال وقواعده المعروفة. فالفوائد الأساسية اللي بتقدمها لنا نظم المعرفة احنا خدناها قبل كده، تقدم لي 6-7 حاجات، منهم تسهيل اتخاذ قرار أو الحكم بما تقدمه من معرفة ذات صلة، المساهمة والمشاركة من قبل الجميع في بناء الأفكار والمعرفة لدى المؤسسة، تشجيع الانطلاق الحر للأفكار والتي تقود إلى الإبداع، القضاء على الفائض في الإجراءات المتكررة وتنظيم الإجراءات وتحسين قدرات الموظفين، تحسين خدمات الأفراد ورفع مستوى الأداء، آخر حاجة رفع مستوى الإنتاجية. دولت الفوائد الأساسية اللي بتقدمها نظم إدارة المعرفة. وده سؤال امتحان يا جماعة، ممكن نيجي في الامتحان نقول ما الفوائد الأساسية التي تقدمها نظم إدارة المعرفة. مش هنرجع لفصل إدارة المعرفة اللي هو معانا هنا في فصل الاستدلال. تمام. ايه بقى تطبيقات قواعد المعرفة؟ بنقول يكمن احد التطبيقات الأكثر نجاحا لتقنيات المحاكمة ونظم قواعد المعرفة الذكاء الاصطناعي الـ Artificial Intelligence،
وخاصة تلك التي تستخدم القواعد والقوانين في بناء النظم الخبيرة التي تضمن معرفة أو تضمن معرفة عن حقل متخصص من حقول النشاط البشري. زي إيه حقول النشاط البشري دي؟ زي الهندسة والطب وإدارة الأعمال، بتسمى برامج الذكاء الصناعي التي تقارب مستوى الخبير في حل المسائل. وده عن طريق إيه؟ إن أنا بجيب مجموعة من المعارف والنظم المعتمدة على المعرفة اللي هي Knowledge Based Systems أو النظم الإكسبرت سيستم، وبيطلق اسم النظم الخبيرة غالبا على البرامج اللي بتتضمن قاعدة ناتجة من معرفة بيستعملها الخبراء، وذلك على نقيض المعرفة اللي بنقدر نجمعها من الكتب أو من غير الخبراء. لأن قلنا قبل كده إن النظام الخبير ده عبارة عن شوية حاجات كده مع بعض، إنسان خبير زائد مجموعة كتب، مجموعة معارف، مجموعة قوانين، كل ده بجمعه مع بعضه وبيكون لي النظام الخبير. التفسير ومعرفة الحس المشترك. الحس المشترك اللي هو ايه؟ هو المهارات الذهنية المتوفرة لأغلب الناس، وهو القدرة على تحليل الحالة اعتمادا على السياق. فالناس بيفكر، اي شخص في الدنيا يقدر ما يفكر، فبنقول people can think، لان الدماغ البشري بيحتوي على مكتبة واسعة من معرفة الحس المشترك، بيحتوي على شيء بقى من تنظيم المعرفة واكتسابها واستخدام اي واحدة من وحدات المعرفة في جزء اخر. يعني انا ممكن اكون عرفت معلومه السنه اللي فاتت استخدمها في بروجكت انا بس بعمله بعد 10 سنين، تمام؟ فانا اقدر اوظف المعرفه اللي انا عرفتها دي، لان انا بفكر اني ثينك، تمام؟ الحاسب ما بيقدرش يفكر. وانا اديتكم قبل كده قلت لكم الحاسب بيفكر؟ لا، الانسان بيفكر. الحاسب بينفذ اللي الانسان بيقوله عليه. فإذا الإنسان هو عقل مفكر، أما الحاسب منفذ للي فكر فيه الإنسان، أوكي؟ فهي بتؤدي أشياء زي ما تكون بتلعب شطرنج بمستوى أفضل اللاعبين، لكنها لا تستطيع تطبيق قدرات طفل عنده 3 سنين في تنظيم أشياء أو تعلم أو كده. أنا ممكن أجيب طفل عنده 3 سنين وأديله مجموعة بازلز وأقول له رتبها بدون سابق معرفة، هو كده بخبرته شاف حد بيرتبها قدامه، هو بنفسه بيبدأ يفكر ويبتكر. أما الكمبيوتر، أنا لو مش مدياله ومدخلاله الطريقة اللي هو هيشتغل بيها، هو مش هيشتغل، تمام؟ هيشتغل أسرع من الإنسان، لكن هو ما أبدعش. أنا اللي اديته الطريقة اللي هو هيشتغل بيها، أوكي؟ طب إيه بقى نظام حل المسائل؟ عشان أبني نظام لحل مسألة، الأول هعرف المسألة بدقة، هعرف حالات الإدخال، وأعرف الحالات النهائية اللي أنا المفروض عايزة أوصل لي. هبدأ حل المسألة بإيجاد المميزات القليلة الهامة فيها، وهبدأ إن أنا أمشي بيها خطوة خطوة. هبدأ أعمل عملية عزل وتمثيل مهام المعرفة الضرورية لحل الأمثلة. هبدأ أختار التقنيات بتاعتي بداية الحل وأطبقها على المسألة المطلوبة. فدي نظم حل المسائل. أمال إيه تعريفات المسألة اللي هي Problem Definition؟ أعرفها عن طريق عناصرها وعلاقاتها. عشان أدي تعريف منهجي صحيح، لازم يبقى عندي تعريف للState Space اللي بيشمل جميع الأوضاع الممكنة بتاعتي للكائنات اللي موجودة في المسألة، بما في ذلك الأوضاع المستحيلة. أبدأ أحدد الحالات دي، وأبدأ حل المسألة عن طريق الحالات الابتدائية اللي أنا حددتها. أحدد الحالات وأبدأ إن أنا أشوف كل حالة علشان أبدأ أوصل للجول بتاعي أو الهدف بتاعي، تمام؟ أحدد مجموعة من القوانين اللي هتصفت، اللي هي الحاجات اللي أنا هعملها. ممكن المسألة إنها تتحل بواسطة استخدام القوانين كتوليفة، مجموعة قوانين مع بعض، عشان ألاقي المسار المظبوط. فأنا ممكن أمشي بأكتر من طريقة من طرق السر، وكل طريقة بتديني نتيجة، وأبدأ أشوف أثر الطرق اللي طلعت، وأشوف المسار بتاعي أقل رقم وأسرع وقت وصلنا فيه. فالبحث ده جزء أساسي في عملية حل المسائل، عشان كده بنعتبره الآلية الكبيرة المعروفة. فالبحث هو اللي بيقدم لي الإطار بتاع العمل، تمام؟ اللي هو بيعمل لي عملية تبسيط وعملية دمج الطرق المباشرة لحد الأجزاء من المسألة.
وبيتم صياغة عدد كبير من مسائل الذكاء الاصطناعي كمسائل بحث. أبدأ أحولها لمسألة من مسائل السيرش وأبدأ أطبق عليها الطرق بتاعة السيرش عشان أوصل للجول بتاعي. تمام، أجي بعد كده أدخل على النظم المنطقي. النظم المنطقي أنت خدتوها في أول سيكشن خالص، وأنا كنت قلت لكم تحلوا المسائل اللي موجودة، فيا ريت الناس اللي حلتها تبدأ تحلها تاني. معلش هتحلوها في الكتاب وهتبعتولي الصور بتاعة الكتاب بتاعكم. تمام، كل واحد هيكتب اسمه فوق قبل ما يصور الجزء بتاع المسائل الموجودة في الكتاب. فالنظم المنطقية ده منطق، هو بنقول مجموعة من القوانين المستخدمة أثناء التفسير المنطقي. تمام، أنواع المنطق عندي منطق خبري ومنطق إسنادي ومنطق مشوش ومنطق غامض ومنطق بيعتمد على حالات عدم التأكد ومنطق مؤقت، وفي أنواع تانية. المنطق ليه أنواع كتير جدا، ولكن النوعين الأساسيين بتوعي اللي هو المنطق الخبري والمنطق الإسنادي. المنطق الخبري هو منطق الجمل المترابطة اللي هي الجمل المنطقية اللوجيك، أما المنطق الإسنادي ده منطق الجمل الاحتسابية كعلاقة بين كائنات. تمام، طبعا المنطق اللي بيشمل حالات عدم التأكد، في عندي المنطق المشوش أو الغامض، ده منطق بيتعامل مع الحالات الغامضة والاحتمالية غير القاطعة. في عندي المنطق المؤقت، لكن احنا هنعتمد على نوعين اللي هو المنطق الخبري والمنطق الاسنادي. المنطق الخبري هي عبارة عن مسائل بتمثل بجمل خبرية بتكون اما true او false، وما ينفعش يبقوا الاتنين مع بعض، فبنعتبر الجملة هي الوحدة الاصغر للمنطق الخبري. وعندما تكون true فهي بتاخد او بتكون صح بتاخد القيمة true، ولما بتكون خطأ بتاخد القيمة false. تمام، يعني بنقول if proposition is true then trust value is true else false. مثلا الجملة grass is green اذا كانت صواب، اذا كان صوابها true، اذا كان الجملة دي true فهنقول true، لو كانت false يبقى false. اما المنطق الاسنادي هو ده اللي قد تكون true او false بس وفق العوامل بتاعتها، ويمثل المنطق الإسنادي ده قوانين بيسير عليها بمقاييس كمية، فهو منطق خبري مضافا إليه بعض المقاييس الكمية. يعني هو أكبر وأشمل من المنطق الخبري لأنه عبارة عن منطق خبري زائد مجموعة مقاييس كمية. تمام، مثال على كده بنقول the car Tom is driving is blue، دي true ولا false؟ بقول the sky is blue true، the cover of this book is blue، نشوف هو true ولا false. تمام، الجمل دي لو جينا هي منطقها خبري، لو جيت احولها لمنطق اسنادي بالنسبة للجملة الاولى اللي هي كانت the car Tom is driving is blue، ببدأ اخد بنعطي البلو لرمز نديها بي، فبنقول ان هنيجي نصغها هنقول X is blue. تمام، وبنرمز طبعا الكائن بالرمز X ده، فبتتحول الجملة من الشكل الإسنادي اللي هو بدل ما بنقول the sky is blue الجملة الثانية بيبقى B of X، نحطين في بعض X بتساوي the sky. اوكي، طيب دور ماكينة الاستدلال في عمل نظام الخبير. عشان اوضح الفكرة دي عندي مجموعة كده من الضوابط، زي مثلا بقولك اذا سكبت ماده حارقه يتم استدعاء الاستطفاء او الاطفاء اللي هو طفايه الحريق. اذا كان التركيز الكيميائي للماده اقل من 6 مول فان الماده حامض. اذا كانت الماده المسكوبه حامض وريحتها مثل الخل فانها حامض الخليك. اذا كانت الماده حامض الخليك فانها ليست حارقه. دولت الاربع قواعد بتوعها. اذا قام احد بسكب مادة توفرت عنها الحقائق دي اللي هي الحقيقة الأولى كان تركيزها أقل من 6 والحقيقة الثانية إن ريحتها زي الخل، إيه هو الاستنتاج المنطقي؟ يبقى المادة دي هي مادة إيه؟ هل هي مادة حارقة زي ما هو إحنا قلنا هنا، ولا هي مادة غير حارقة؟ هل هتبقى true ولا هتبقى false؟ فنقوم بمقارنة الحقائق دي وهينتج عندي حقيقة جديدة، وهي ان المادة
هي حامض. لما بنبدأ نعيد المقارنة بنلاقي تطابق بين الحقيقة 2 والحقيقة 3، فبينتج عندي قاعدة 3 جديدة، وهي إن المادة اللي هي بتاعت حامض الخليج دي لما ببدأ أعمل مقارنة بينها بنجد تطابق بينها وبين الحقيقة اللي هي 4، إن المادة ليست حركة. لما ببدأ أقارن الحقيقة 5 مع القاعدة 1 بنوصل للاستنتاج المنطقي اللي هو كانت المادة المسكوبة ما بتشكلش خطر يستدعي عملية الإطفاء. تمام؟ فدي القواعد الأربعة بتوعنا. وبعدين احنا زودنا عليهم هنا من خلال الحقائق، زودنا عليهم ووصلنا للاستنتاج المنطقي في الآخر اللي هو ان المادة المسكوبة ما بتشكلش خطر يستدعي عملية الإطفاء. تمام؟ كده نكون أنهينا المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وأشوفكم بخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.